صباح الخير ميس ديانيس، ميس اموريس. المهم دابا غندير واحد الكاس ديال القهوه. درت زيت الشعرين ديال اكليل الجبل باش ندوش باش نغسلو. درت شتو ما شاء الله كيفاش عمر لي القناه شويه بشويه. تخيلوا معايا انا كنستعملو هادي شهرين، تخيلوا معايا من هنا لواحد العام. انا كنبغي نتخيل عام، عرفتوا اللي قدام ما نحتاجش ندير زراعه، حيت كنت غادي ندير زراعه. طالوني ولكن في الاخر ما غاديش نديرها، لانه الصراحه لقيت الفرق. ملي وليت كنعتني بشعري بعنايه طبيعيه لقيت الفرق. يعني علاش غندير زراعه وانا لاقيه الفرق؟ الحمد لله، عرفتوا راني فرحانه والله، حيت صراحه العمليات ما بقاوش كيعجبوني. دزت من بزاف ديال العمليات، ماشي بزاف، اول عمليه كانت ليا هي السيزاريا فاش ولدت لونها. هذيك كانت واحد العمليه ليا صعيبه بزاف، ومن مورا السيزاريا عمليه الانف دوزتها صعيبه، ومن مورا عمليه الانف درت عمليه ديال الشفط. ما دازتش عندي صعيبه بحال الانف، عادي صراحه وزوينه. الوغ ثلاثه العمليات اللي درت، وحده نوستيتيك وجوج ستيتيك، يعني وحده كانت حيت ولدت ضروري كان خصهم يحلوني حيت ما كنتش واسعه. بغيت نقول ما قدرتش نولد نورمال حيت ما كنتش واسعه من التحت. والله العلي العظيم، والله العلي العظيم، الا 80% ديال البشر فوق الكره الارضيه ما عارفينش هادشي، سيرتو حنا ولاد الشعب. هادشي عارفينو العلماء، وعارفينو هادوك اللي كيكونوا في البرنامج، هادوك اللي كيكونوا واصلين. حيت اقسم بالله كما كانوش عارفين هادشي اللي كاين في هاد الكتاب وهاد لي تكنيك، كلش غيكونوا واصلين لديك المكانه. وعلاش ولد الشعب ديما كتلقاه اللور اللور، وكاين بعد ولاد الشعب كتلقاه يوصل لاعلى المناصب؟ اقسم بالله الا الله سبحانه وتعالى عطينا واحد العقل، عطينا لي سيكريت في العقل ديالنا. انا تحمست جسوي ديزولي، حيت هادشي ما تكرهوش لينا في المدرسه، هذا عار. انا كنطالب سيدنا جلاله الملك محمد السادس اسمح لي، ما تقريوناش هاد العلم في المدرسه. اي وحده فينا واي واحد فينا يقدر يوصل للطموح ديالو والاهداف ديالو كيف ما بغاو يكونوا. كان خصني حيت البلاصه اللي وصلت ليها انا في ثلاثه باش نبقى عاقله خصني بحال هكا. والله العلي العظيم حشومه وعيب وعار هادشي اللي داروا فينا. والله واحد المثل بغيت نشاركه معكم اليوم. الصراحه البارح فاش كنت كنهضر مع البنات اللي عندي في الجروب ديال الواتساب شاركته معاهم، ضربت لهم يعني هذا المثل وعجبهم، لقاو عنده واحد السيغنيفيكانتي. الو، الله سبحانه وتعالى خلقنا حنا كبشر كمسلمين، كنامنوا بالله وكنامنوا بالرسول عليه الصلاه والسلام. ف فاش غنعطيكم مثل بهذا المثل غادي تفهموه مزيان. شحال من مره كتمشي واحد المراه تولد، كتولد هذاك الرضيع وكتموت، وبزاف الناس كتاسف، او لا ناري شكون غادي يتكلف بداك الولد، او لا الله يحسن عونو غيكبر بلا مو، او لا. ولكن الناس السر اللي ما عارفينوش ان الله سبحانه وتعالى هذاك المثل اللي كيعطينا عندما يولد الرضيع وتموت امه بغى يوصل لنا واحد الرساله، انني بغى يقول لنا انني انا ربكم الاعلى، انا خلقتكم وقادر وعارف شنو عاطيكم. واش عباد الله هذا المثل هذا عمرو طلع معاكم؟ هذا المثل عمرك فكرتي ولو غير دقيقه تقول الله حنين، الله كريم، الله شغنقول لك؟ الله سبحانه وتعالى خلق عباده في قلبهم الرحمه وفيهم الحنان وكيحنوا على بعضياتهم، ما بالك الله سبحانه وتعالى كيف داير بالحنه، كيف داير بالحنيه، وكيف يعني
قلبه كبير وكيحن فينا وكيرزقنا وكيسهل علينا. يعني تخيلي معايا وانت كتسالي كتقولي ربي حنين ربي كريم، كيفاش داك التلاد مسكين تزاد امه مشات؟ علاش دائما كتبقاي تسالي؟ وانا كنت كنتسائل، ولكن اقسم بالله البارح لقيت الجواب على هذا السؤال، لان الله سبحانه وتعالى هذاك الكنز اللي عطينا من داخل اللي هي الطاقه الايجابيه ديالنا والعقل ديالنا، اقسم بالله ما نحتاجه حتى لشي حد، نقدروا نعيش ونزيدوا لقدام بلا حتى شي واحد. مع احترام فربي خلقنا، وكيف ما قلت لكم مع احترامات سي بونيستا تانكلا، مع احترامات مع احترامات الوالدين ديالنا والوالدين ديالكم، احنا قادرين اننا نعيش بلا حتى شي واحد. شحال من واحد مسكين تخلاو عليه والديه، وعلاش كتبقى عايش في الماضي؟ راه تقدر تعيش تزيد لقدام، راه والديك هما عقلك، والديك هي الطاقه الايجابيه ديالك. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش والديهم هادشي، هادو هما الناس اللي تهضر عليهم باش ما تبقاوش تحرفوا هضرتي. والناس اللي عندهم والديهم الله يخليهم ليهم، اكيد اللي عنده والدين وقفوا معاه وقراوه وكبروه، راه هذه واحد الحاجه اللي عظيمه، وهذه واحد الحاجه اللي زوينه، خصنا نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ولكن كاين بعض الناس اللي حرمنا كاين بعض الناس اللي تحرمنا من والدينا. انا وحده منهم ما تربيتش مع والديا، وسبحان الله العلي العظيم ربي ما عمره فرط فيا، ربي ما عمره سمح فيا، رغم الظروف رغم المشاكل اللي عشتها، رغم بقيت مليوحه في الزنقه، نعست في الزنقه، نعست تحت القنطره، وهذا الشيء كله ربي كان حاضيني والحمد